يا عم في ايه يا عم؟ بقولك صورة من شنطة. ما تكلمش يعني. انا مش عارف في حد ينفع. انا هتسوي رسولة جميلة. انت عندك درس ايه؟ وراك درس ايه هناك؟ مستر محمود يرجع حبيبي وصاحب جيب امي. سيبني في حالي باخد الصورة وافتكرك على طول. طيب. اعيش شنطة بالحقيقه. استنى بس اوعى تقول اشوفها والله ده وربنا ده.